أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو السبت 24 يوليو تموز 2021. ستكمل صفقة مربحة اليوم، خاصة تلك المتعلقة بالعقارات. التفكير الإيجابي هو قوتك الحقيقية، يجب أن تلعب بها. سيتم تشجيع هذه السمة من قبل شخص قريب منك. ستكون قادرا على الاستمتاع بملذات الحياة بالإضافة إلى مشاهدة النمو الروحي. سوف تساعدك الأفكار الجديدة على الازدهار. عاطفيا، التفاهم المتبادل والتسامح ضروريان في أي علاقة. لقد وضعت شريكك على قاعدة التمثال، وستجد الآن صعوبة في فهم أو مسامحة أي تجاوز قد يرتكبه. ومع ذلك فإن التشدد الشديد لن يؤدي إلا إلى البؤس الجميع. يجب أن تكون أكثر تعاطفا وتفهما إذا كنت تريد علاقة حقيقية. مهنيا، سيكون اليوم هادئا فيما يتعلق بالعمل والوظيفة. ستواجه يوما خالي من الأحداث في العمل، والذي سيكون استراحة ممتعة بعد الجدول الزمني المحموم الذي كنت تواجهه سابقا. خذ هذا الوقت لتقدر حقا وتستمتع بما تفعله، وتذكر الأوقات الجيدة والممتعة التي تقوم بها في عملك. صحيا، تشير النجوم إلى احتمال كبير لوقوع حادث اليوم بسبب النار أو الحرارة بالنسبة لك. كن حذرا جدا أثناء التعامل مع الأدوات الكهربائية أثناء العمل في المطبخ. في الواقع يجب أن تكون حذرا حول جميع الأشياء الساخنة اليوم. يجب أن الابتعاد عن الأسلحة النارية، سوف يتجلى توترك في حال التهيج وقد تؤثر على تفاعلك مع الآخرين.